بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان وعشر كي لبا بقول يلا باطني السقالات كمذا من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن كسوة جر كتاب الصيام أو الصوم، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. حبابي هاي باب بيان إلا عديو بابي أن القبلة تنكشدو أما شمنت الله شمي يدمر حلاش كوة وحاسس كذا في الصوم صوم كدحيس أضو الصوم أما يدو الصوم انتهي ليست محرمة إن يسن حران أهي إلا عديو أولا شيء قد الذي بابك كتمت يسن حران كأهي على من لم تحرك قف كيسن أقاشنين تنكشدو شهوة ودرين كيسي دماعي يسدو حق دمر كأه. باب كان أسأل الشيخ وحكو الشيق دونا تدبع حديث بكو الشيق دونا حديث أمنا عائشة وكب الله بدونا مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث برمرك الشواهد وأنا وكين دونا وإلى تدبع حديث كعائشة سيقوني أيوه وحل لران دونا متابعات كيس إلى دور يطمن متابعه أيوه حديث كعائشة وكين يا مسلم دنقوني ونكالي يا هايو حور ربما ذهب تقاركوت يا مسألة كتيرا إنو كباب إيوه مدايب تبابك كتيرة حق دونك شدة حكم كذا قفك الصومان ومدايب دورة أواديات أبداً وهي وحانا ونلغسوا قابين كرا علماء قابا من السلف والخلف الإباحة مطلقا قبي أهم بين إبنان تهي دونك شدو ننك حاسكي سؤول دونك دو أما قبردو ننك يداي دونك تو أيضو الصومان أما أسوق الصومية أيضاً لك لقادينين وايل يدالين يرو أيضاً لك لقادة إنن صن صناء يمد واجبة أيضاً لك لقادة إنن صوري إنن صدنب أيضاً لك لقادة إنن قف كدرين كيسو كعي قف كدرين قادة إنن من دون تفصيل من غير تفصيل إن يبرنانتي مطلقاً ومذهب أي كتغين جماعة من السلف والخلف مذهب كاللبات والكراهة مطلقاً قل يا قبا جرائيونا قبي أهم بحران مئهي حل الصونة إن لا يسودون كذا أو الزوجين كيسودون كذان وكراه ولا قف عين حاران سماها قل يسا قبنا واجران وسلف يا خلف بله وعلوم هذا كمده وحاجرة قل يا يجو قبوا صدحات إن لك على قادو وايل كي دلني يرد باجرة وأرانا يا قف كوايل كأنا ويقبلنا أنتهاي من غير كراهتي هوين إذا وين أما أضيق وين ويقول هذا يسدون كذا وحى دب الله كم بقي إليه هذا هو الله كم بقي أما إنه صنك شباء أما إنه بيجي ما دانا أما أفك لما شرت وهي لذا لكن لن يرضوا لو كراه يستاب إليه لن يرضوا كراه تفصيل كاسنا جماعة من أهل العلم بقبة مذهب أفراد باكر ورنية صنك قدي سواء إنه أجنو صنك سنة ذا إلا ما كهذا لونك شذو وبنان تاي بدون كراهتي لكن صونك واجبك وكدومي هاي متك الصنة ده إيه لنك شده هالة تشوشي وكراه قباجر مذهبك الشناد ومذهبك إمامك إنوت المامي ومذهب الشافعية ومن وافقهم من السلف والخلف وأنا مذهب الجمهور أهل العلم وهي ومذهبك أصوي حولي هاي لنك شده ويبنان تهاي هدان درين يشهوا ماشا إيمانين وأن لقب بقينين إن يبي يوحنا عسي مادان وصون كل الشبيه أن لقى بقين هدي لقى بقينا وحرام وكما كي نو باب كيس باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته وقيد كساس أجري ماذا كما كي أسقى وماذا بجمهور علماء ليدا الله تيريا وشافعي سيدة قبانا أين بدنا كتاجر سينين صحابي تابعين بدنا لقى سو جوري مذهب لحد بقى سقو تشربا مذهب لحد يا سقو تشرا أو لجسو جوريا ابن مسعود يو تابعي لورن جري سيد تابعين ابن سعيد مصيب لجسو جوري وأرانا يا قبي أهم بالله ما أقول واب حرام بدون تفصيل ومذهب لحد لما ما أقول رضون كشود مذهب كأسقى ومحجوج بقواطع السنة أي يا لو أفعلها يا يو مذهب كاس مذهب ضعيف ويه
مسعود بلغ سوغوريا سعيد نصيب بلوتيريا بل بأسانيد بلغوريا مركا لكن ومدى ضعيف واجد دمبر وقال يا بتاجري او حسن بن صالح الاورنجري من بالكا تاجري حديث مركب باب كو كيني دونو ايانا حجكو صادرت انه يودا دق ما سو غوريان اجماع انت مكلا سو اوروريو حاران اها نقط اما كراها نقط اما هبناناتي دونكشدو اما شومنتو سونكا ما جبيسو اجماعا بيلاده وهدي اللي يدادو خلاف كي سابقة أها إيه الرئيي جماعة من السبب لغسو قوريي وحابرين يوم ماشا كقاضية إجماعا ضمبي وأنا مسألة أصولية صوابكنا وحاوي خلاف والله بقي بطاقرنا وينو كهذا اللي خلاف غير مستقر هي خلاف مستقر وتقرر هدي متنا سحابة ما تابعون مسألة سكو قبتان ويكدو ضان فردي كدمنا أيوة كانت تقيم با أي لنا عسول الرذاء كخلاف لما يدا هذا في صحابة أحمر وكلوي سيدنا أبو بكر الصديق ومن معه يا عمر يا صحابة كم سكو من رافي لمنك الزكدة الديدي محاو حكمة عمر وكيل إني منع شهادنا يا سيحب الله يقول ردي ما إنه يركادنا منصوبا صلاحنا فراحنا كو أقب حنا صلاة دهدتو كذين قال هذا كلي وأوين الزكدة يا الرسول يا ألبا ديدر أنكو جهاد كونا هاي نوضم بيه أو بكر رجل مايا شرع هذا هالفرع روحي كتجا وإذا هيا نبي محمد دين كأسوه حيا يجون وطما يستنا وكتجينا جلاس لقى ما دبي كرو وحول با هل كيسبا لقول عرين نينك ديدا سيفتا قادم ولا غن نقاش أيوة لك كلا تجين حق اللي يريدي وحال اللي يريدي بن كي سيدنا أو بكر الصديق وقبل اللي يريدي كأسوه كان خلاف لما لأنه وخلاف لم يستقر لكن مثلا هذا اللي سوق قبته أو لغة نقاشه أو لغة كلا تجو وأنا ورا أنا الكاس كتري إني والله كا كتري لو كلا أقعد إني والمذهب هو قبو كاس خلاف مستقر اللي جاء ده خلاف كنوع عاصة هدي إجماع دم بكدم بي أو تابعين تيس كل قد ده صحابنا إس خلاف سناي أما التابعين با إس خلاف سنا مثلا إس كهاي مثلا القرب اللي جاي وده دي كدم بأتباع التابعين إس كل راعي خلاف كنوع عاصة إيه الرئي إجماع كدم بيجي مبورين كرام مسمايا وإجماع عظم بحجم النقونا يا مسمايا ومسألة أصولية خلافية والصواب وحوي أن الخلاف المستقر لا يرفعه الإجماع اللاحق أو الحادث هذا هو الصواب مركب مسألة إجماع متشري نص كحجة نص النبي محمد كسوغان اللي حدا حديث هذا أما تطبقه إنه كوارك الدونه أي حجة يلا يصير هذا هاي هوش أصل ويبنان تهاي لكن صونك نوال بنفتي سأسقى قرانا بل الإنسان على نفسه بصيرة والمؤمن أما والرجل وأمين نفسه في دينه بالك هذا نوال بدرين كي سيئو ما تقدودي سيئو دماع بندي سيئو خر إنو يهيو إن هيينا يأسقى سيقاني صونك إن أمي لديو صون وإن صوها ياي صونك إن إلى شدا لكن مسألة ذو حكم كذو واسدا ما قمت بنو شكل لحم مذهب حدثني علي بن حجم ياس السعدي حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيها أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحجره يدين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك لا يوحوى يقبل كيرد كذا إحدى نسائه دمر كي سمت كمذا وهو صائم أصغى صوما ثم تضحك هو يدين مركاسي قسر جرتم موسون جرتم كي حدك قابك أشيكته حيا إلي أنت بعض واحد دمر كأي كخش لانه أيضاً لو قالين أصالة إن هويني ينكر ذي واحد أحمري أما نني يحاسك واحد أحمر إن لا شيء هو سجود لا شيء هو أنا أصل أنا لما شعر شريعة إنه رقنا هنا لما شعره وحي لكن هو يدن أشيء هو يسون موصون يسوع هوي لمصلحة شرعية شيء هو أصله يا شيء لا غير حشوده أما لا غير سريكته وحنو قصبها ينا شيء إنه إن الحكم كأجاته كان الحكم كوقاته ومن باب ان الله لا يستحي من الحق حدثني علي بن حجر بن ياس السعدي ومن ابي عمر قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينه قال وحيري سفيان قلت لعبد الرحمن القاسم حان كوري اسمعت من مقش اباك اباها او قاسم محمد بن ابي بكر الصديق التيمي وعائشه دوتا هي عن عائشه رضي الله تعالى عنها يحدث اسوق شيء من مقش كتبني حديثك عن عائشه
رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى يقبله كيردن كذا عائشة وهو صائم أسوغ صوما فسكت ساعة النبر أيو آموسي نك الليلة عبد الرحمن القاسم وكآموسي سؤاشي سفيان بن عيينة ثم قال حول نعم وان مقلي أباه قاسم بن محمد وارن كاشيغي وإيددي كورن هاي إيدما قرتا الليلة هذا أيان مقلي حدثنا حوا مسلم مركا من قال قاسم عبد الرحمن قاسم انه مساله حصوصته او مركا سؤال لو ويدي لو ما دغدغو سؤال شاء الله دوخا وا لا باران دغا كدبا سي دمهستر الجواب لو غدبي ادمها كلو قمرات هداي كلو قمرات مصلحه ان اد اسكا امستنا وا اد امسي كرتا الا عيد كو قصبه سم جرتي ورانو هوشا غران ما عيد كلا بل ويدي اما ورك ان اد ورت مناسب انه سين اسكا امستنا ودير كرتا مرك اللي تذكر انه وامسي انه للتعجب وامسي او للاستحياء انت وادعي كرتا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مصر القرشي عن عبيد الله بن عمر العمري عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب نكات قرني زين ويجبل عن القاسم ابن محمد هذا اكسو كان هذا ما يغمط طبعا مريسان هذا يوحو كان علي بن حجر بن ياس وعن سفيان بقب الله بيك الدمنه ابن ابي عمر متابعي السعدي بوكيني هذا نوحور ربع عبد الرحمن مقاسم ان لغو متابعي في الروايه عن القاسم عن القاسم وحكم عبيد الله ابن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب العدوي عن القاسم محمد التيمي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني رسولك لو حاكي يقول كذا هو صائما اصوغ صوما وايكم كينيبا يملك هنان هيو حنيب يعلن كره اربه حبن كيس اما اربه حاجه سي دماعيس لبدو والله اخري اربا دي لا يدر انت بدن حبن اما يو كدعا حبن كترنك يو كدعا ارب هدي لا والله اخري وا حاجه دماعي ادمر كلا ليه وايكم كينيب يملك هنان هي اربه حبن كيس ترنك اما أربه حاجتي سي دماعي سدرين كسي علين كرا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك إربه أو أربه سو نبي سو علين جيري أما إسكاكا أتكا إيه نفتي سو وحا نبي جيري يدنكم ما أودان إيه نبي مركا انتا ترى نبي هو سمين جيري باشا هو كالحتقين هو إذن ليدا باشا لو كالحتق وحدثني يحيى عفوا حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر التميمي وأبو بكر بن شيبة وأبو كريم محمد على قال يحيى سوحر اخبرنا وقال الاخران لبدا وداد كل رانا وحيد هذا وحيد هذه حدثنا ابو معاويه محمد خازم عن نعم سليمان عن ابراهيم ابن يزيد النخعي عن الاسود وابتقي اسود بن يزيد النخعي وعلقم بن قيس النخعي عن عائشه رضي الله تعالى عنها اذا هذا نمرك وحور ربا ان لمتابعيه وذاتك قاسم قاسم محمد عن عائشه اي اوكينا يا متابعات او اوكينا اسودي علقم كلاهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها وحدثنا شجاع بن مخلد البغوي أبو الفضل البغوي حافظك تقريبك وحكوية وصدوق وهم في حديث واحد رفعه وهو موقوف ولذلك ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء بولي سداس التقريب كيدا هذا إن كان شيخ مسلم شجاع بن مخلد أبو الفضل البغوي ومن رجال مسلم وأبي داود وابن ماجه هو ومن شيوخ مسلم أبي داود بن ماجه صدح هذا وذات وحكورية مسلم إيو أبو داود بن ماجه حافظكم مركة حكم كأور ذي تقريب كأور لقى حكم بدن ياه نك وحجة بلا خلاف حجة بلا خلاف ورك عقيلنا حقوق تعصف بكشرة مركة قاركوت أحكام تيسو ومتشدد ولذلك حافظكم حكم كالتقريب كوخلافي في كتابي التغليق التعليق إيو موافقة الخبر خبر الخبر وحول واثقة محمد شجاع بن مخلد أبو الفضل البغى وحول واثقة مر لبن وحول أحد الثقات أما الذهب أصو وحول حجة خير وأن حجاء أو خير بضان مر وحول أحد الثقات مر كأنه ثقية هاي وأنك حجية صدوق أهين أي حق بضان نك أحاديث بضان وريي هل حديث أو موقوف رفعي إلا إذا صدوق وإلا أجل حديث واحد أو رفعي سوى موقوفة يعني هو شاسي وهو الحقوق تلابر دير أي كتشرتون لقادن كريم اللهم إنه يا خطأ
خطا لو دول قادان كرين هل قفوت قشيبه وحال يداه وخطا يسقط الف حديث او 100 حديث لكن كاسو كلام عين وخطا خفيف صدرت وحجه خير سيد الراجح وكلام العقيلنا انه حقوق في تشدد بالله اركا. حدثنا يحيى بن ابي زايد يحيى بن زكريا بالي هذا مرك ابي اوي بالوتيريا. حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايد قال حدثنا العمش عن مسلم بن الصبيح ابو الضحى وذاك الاورنجري وهي الهمداني الكوفي عن مسروق الاجدع عن عائشه هذا مرك وحكي انا اسنا مسروق المتابعين وذا وري عائشة علقمي اسود يو قاسم بن محمد متابعاتك ادبو بدن دون حديث كاني وحديثك عائشة وحسو علم دون المسلم وضنت كله وحاوي وذا دها كلا قادي يجيري التفريق بين الشاب والشيخ التفريق بين الشاب والشيخ قفك وايل كأي دلن يرضو على كلا قادي يا حوم كدون كشدي شمنت أيو ربين وكبها بأيو نبي قول دلن يرو أها بمسلم كليه هداد ديدان وضهان والنبي قول أقدم بأو وايلي وي عائشة محايا هيد بمسلم كليه عائشة محايا هيد سو شاب ما هي ساس الربايع حديثك أسوع حجدي سو رمضان تاسو كباب بيني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحيت له يدين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كيود كضوء وهو صائم يقبل إحدى نساء بدكو وقدر وطمر تيت دمر كي سميت كميد ودون كجرى سوغ صومن ويباشر مرك قاركودنا وبقعنتو بس مرين شري ويو دون كشبس ما هي انه مدح الى الطابطا ما قعنتا وشرك يدمر يو يا لغا يابا مباشره هنا اللمس والملامسه لغا تابشده يا لو جيدا قلما ما هي وحي الله المال شغل كمال وهو صائما اصغر صومن ولكنه حس يا شيخ نبيكو املككم متك يدكو هنا شبدان وي لاربه حبنك استرنك ادبو نبيكو قاعد كاوي او لاربي حاجتي سي دماعك درينك نن آد وقع ذك بوها ونبيه إلى عليا يدينه كلام ما هيم لكن حقوقين هو واحد تلمام إسا إن حقوق خصيصة أي جرتو ونبيه هو شا وكجد دوا يا أمد صح هو يا هو شا نبيه أمد دوا كجد دوا يا هاي وضد كلام ما هاي طماعي الدرين ضد كلام ما هاي إنك سهرة نبيه كا ود بدنا وبقول لن أود لسيي بن كام كلا كفيري فقال مد ما هاي نرجع كا ود بدنا صبون عليه الصلاة والسلام حق لكن إسكات كاشها ينفتي سونو كادق يعني دتك كلاميد ما هاي لكن حكم كاسغا يا فارقاس انه صن مؤثر اهن في الحكم نبي شيخ دون نبي شيخ عليه الصلاه والسلام اورن دونا انت لو ويديو نبي الله قفك سومن هوي سم دونكن كرا يو اورن دونا هل ويدي هوينك ان بو وان دونكداي بمعنى واه محددكم مسلمين تانيغا اي الى مديهين حكم كان اسغا ان ان كاد كاي حبن كيغا اما دماعي كي درين كيغا كات كاي وفارق هي غير مؤثرة في الحكم والنبي وارك عليه الصلاة والسلام لكن هو يدن عايش ايضا وحكفة انت انو ياي فارق مؤثرة وين لك لفهم انت ايضا. حدثني علي بن حجر بن ياسر السعدي وزير بن حرب بن ابو خيثمة النسائي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور ابن المعتمر السلمي عن ابراهيم النقعي عن علقمة بن قيس النقعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان صبن وحوى أملككم متك يكوهن شبضا لإربي حب كيساما لأربي حاجدس يدرين كيسي دماعيكيس. وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى البصري وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شبل الحجاج أبو البسطام الواسط عن منصور المعتمر هذا نوح حسو علي سفيان أو المتابعي شعبان متابعين شعبان متابعين سفيان كان تطبع وحوقات ثورية ما دام أن من كان كوفيين وابن عيينة سيد الراجحة عن منصور المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر نبيه وقعنته كتابا اما قعنته مرن باحدى نسائه اي يلامس او يلمس بيكدق انت وهو صائما صغر صوما نبي ودوكن جري وتابا جري دمر كيس صغر صوما. وحدثنا محمد مثنى وانا سماحة شريعتنا سماحة هي سهلنا انت شريعتنا كتير توي الله الهي عابوديه وربك اصوما والله كعب سنه عباده كتيره حق اجتماعي بلشدة يحاس كادينا وطوري كرتايو وطون كلمة سمينين باطون كان كرتايو قاعدتنا تاري كرتايو
اسمه دي ذا هياوي حق الزوج نوالا إلى إن كرا والزوجة حق ربنا مال بلا صارك اسمه دي ذا يان سيدا مركي يهودي ينصارى دي مركي صوم هيان هوان كي كف قان جري هالمتر أو كلا شرع لنا شغلكم على هو. حدثنا أبو عاصم النبي الضحاك بن مخلد قال سمعت ابن عون عبد الله بن عون ابن أرطبان عن إبراهيم النقع عن الأسود أدنى ابن عون متابعين إياه منصور يعني رجل متك أوي عن الأسود عن إبراهيم عن الأسود قال وحول أسود انطلقت أنا قاعد رقاقي أمت جاي ومسروق با إلى عائشة أدني مسروق ونجي سجون وسكر عائشة الدين كان برجر توي أسأل كسنة صبي بالو كان أذكرني سنين كتابي قيمة برا انطلقت أنا يوم مسروق أنا مسروق با رقاقنا أدني إلى عائشة ويدن بأن رضي الله تعالى عنها فقلنا لها ويدن وحن كنا لي أكان رسول الله رسول الله مأه صلى الله عليه وآله وسلم يباشر كلا مباشر ذا أما قعنت مريا أما تابتا تمر كيزا وهو صائم أصقه صوما قال هو إذا وحيته نعم ها نبي هو شو سمين شري ولكن وصي شيء نبي كان وحوها أملككم مثك إذن كهنا شبضا لإربه حب كيسا أما دماع كيسا أعلم بضم بوها أو حب نبي من أملككم تذكر إذن كهنا شبضا بكتر سنة لإربه شك وحاشكي لفظها من إن لقلي إن يتري إيو كان أملككم أي تري أبو عاصم النبي الباكوشكي قائل كنا أما هو مسلم أما هو شيخيس أما هو مسلم أما هو شيخيس محمد مصنع إنه يهي بانا أرجح لأنه وحا شكك سوق قورين كرا أما ستة صوار كرا وأسقى مسلمنا وأوران كرا وشيخيس كحيقان كرا عند الرواية وحدثني وحاكل حديث كإيت بي يعقوب الدورقي يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم بن علي عن ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون عن إبراهيم النخعي عن الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي ومسروق ابن عبد الرحمن بواقد دنبال لوبحي لكن ابن أجدع بالسكير هذا أنهما لبدأ تابعي دخلا على أم المؤمنين وهي أقلين هو يدين بأقلين مؤمنين هو يد بأقلين ليسألانها إن ويديا درتت يسألانها وإمان دنطوا وسيدة أفصحها سيدة أفصحها يسألانها فذكر وحوش وذلك الدنبي متابعي إسماعيل بن علي اللي هاد صوكر ضي نحوه نحو الحديث السابق بوشيغي وحدثنا وحكوا لحديث النوت أبو بكر بن شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عفوا عن يحيى بن كثير الطائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن عبد العزيز بن الحكم بن أبي العاص الأموي وخليفة قرن إسان أمير المؤمنين أخبره وحشيغي صاحبك أبي سلمة أن عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله تعالى أخبره أن أشهد أن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أهيد أخبرته أن يقول كأشهد عروة وررطاي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنه يقبلها وصاي أن النبي قد كان جري عائشة أيضا صومن أي عروة كتبية عائشة أن التبيي عمر بن عبد العزيز عمرنا أشهد حديثك أبو سلم أفر تابع بأجدبتها كان الدوارة يحيى بن كثير الطائي وتابعي صغيرة أبو سلمة وتابعي متوسطة عمرنا وتابعي عروانا أصونا وتابعي أفر طابه ومركة تابعين ورواية التابعين أربع من التابعين بعضهم عن بعض وحدثنا يحيى بن بشر الحريري يحيى بن بشر بن كثير الحريري حدثنا معاوية يعني بن السلام الحبشي عن يحيى بن كثير الطائي بهذا الإسناد سنة كاد المريسين يحيى بن كثير أبي سلمة عن عمر عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا الإسناد بكتبي مثله مثل حديث السابق في المعنى واللفظ حدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة بن سعيد وبكر بن شيبة العبسي قال يحيى وحوري أخبرنا وقال الآخران لبدي وذاد كل ند قتيبية أبو بكرنا وعيد هذين حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن زياد بن علاقة الثعلبي عن عمرو بن ميمون الأودي من كبار التابعين اليمني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحيت له يده كان رسول الله رسول الله وحوها صلى الله عليه وآله وسلم يقبل كيردون كذا دمر كيزة في شهر الصوم أي في حال الصوم في حال صغو الصوم صغو الصوم بش الصوم هبين كذا دمر ما وحلقها الله يوحيد مالك لزومي قال له جيدة
وحدثنا محمد بن حاتم بن ميمون السمي حدثنا بهز بن أسد العمي حدثنا أبو بكر النهشلي مقعس عبد الله بالله ذاتك ولكن مشهور بكنيته. حدثنا زياد بن علاقة الثعلبي عن عمرو بن ميمون الأودي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وإذا عائشة حديثك دوارة أنت مسلم تدوري مغط مطاعد بالشيخ دوري التبنوي دوري التبنوي عن عمرو بن ميمون الأودي عن عائشة رضي الله تعالى عنها لأنه وأصل في الباب حديثكم وأنا حجة فيه. قال له إذا وحيت لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل نبي قال لهم كنت يدوم بركيسة في رمضان رمضان قده وهو صائم ولبا سوى صوما في رمضان هذا اللي قد دين الله وحضيه له ونبي قد نكتش هبينك هبينك أنا مرة المالين بل لسوا بوذي الأيد لكن حاله وهو صائم ما لين ما قرار بل لجير هذا ضيه إلى النبي قد دمر كسود نكتش رأسوا صوما صون صنا صون كصنا ذا وحال العفية ما لود القات وحال العفية كن لون الدل قادم كن صون كواجب كا وفي في رمضان أكو بابيس ماذا كان هل كاسوس نكتجي ماذا كلا هذا هي التفريق بين النفل والفرد هل كاسوس نكتجي ماذا كلا هذا هي بين الشاب والشيخنا يا بربريه حديث عائشة أصنب بابي هم كوسوا هذا ماذا يبتك طيب ماذا يبتك الأمرك وحديثك وافقصنا والله أقبل وحكي لنا بنان كان لقيني تفصيل كأصقه أه. ننكا درينك سكعي واك حاران دونك شدو ننكا كرانا ورون يهي وحلقة قاتي تعليل كويدي وأيكم كينيبا وحانا يدرينك سأما الدماعي سأي حبنك سيدن نبي وكالي مثلا ومثلا معللة حكم وحكم معللة وعلا كدسا إيه حكمه إذن تامرك مران ملا دونك شدو أين يتهي ذريعنا مران ملا هذا يسون كتبين يسوع خبال لي هاي أما ملوه أبدان يهين ولا تشوشني وحلقها الله يمرك كلام بيا هيد بالقرآنية ومرك تعيل كاسو دمبر. وحدثنا عن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا صفيان يعني الثورية عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن علي بن حسين زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين كل ورنجر يا أول بيت رسول الله يا أول عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نبي قال دونك جرى دمر كيزا وهو صائم أصقوا صوما. وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر التميمي وأبو بكر بن شيبة وأبو كريب بن محمد بن العلاء قال يحيى أخبرنا وقال الآخرين حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم مسلم بن صبيح أبو الضحى إنك لورن جريوي عن شتير ابن شكل العبسي ابن شكل إلا يدادون كاف كأن للريبين بلو بدن يحيى عن حفصة إذن شواهده بالله مركو حديثك عائشة طرق ديسية متابعات كيس ميل ساري كون ابن حي مسلم عبار دبتا اينا بهذا حيور شواهد الحديث وهول عائشة قون كوا إنا سناهين بوت المامي عن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قال وحيت يدين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم نبي وحوها كيردون كذا دمر كيس أصغر صوما إذا قاعدة آهيد الأصل في الأحكام والاستواء إلا بداية التخصيص بالله هذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام يؤمد الله صدره المسلمين تهيد وحا أصل أحكام تشريعه وكس ميهين والنبي قوح أبنان با مسلمين تهو أبنان وحي نبي كحارانا مسلمين تهو كحارانا إلا بدليل التخصيص إلا هلو موين دليل قونية أو أورانية هاوشا نبي قوني كتهي إذن كنا واتكدوانتهين إلى الله يلو ولا قسمية ساسه يدني أشيغين حديثك عائشة حفصية حديثك أشيغين إن نبيه أمدي سكو حكمية أمدونا نبي هذا كو حكمت إن له يلو تخصيص له يلو موية. وحدثنا أبو الربيع هذه المركة ننكو يلو حكم كان وحالغي يابا إن نبيه قونه كوية هاي أنه حالي هذا وحالغي يابا إنس نبيه قونه كوية هاي احتمال كيانا وحوجينا قاعدة على أصل في الأحكام والاستوى المساواة فيها وإن السمية هاي إلا بدليل التخصيص وأنا قاعدة إجماعية مرن ملها من ذا. وحدثنا أبو الربيع الزهراني سليم بن داود العتكي قرن إيسان حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله ليشكر حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية عن جرير بن عبد الحميد الضبي كلاهما لبدا وأبو عوانية صاحبكي وجريرة عن منصور المعتمر السلمي عن مسلم بن صبيح أبو الضحى عن شتير بن شكل العبس يدني سمرين عن حفصة رضي الله تعالى عنها عن النبي نبي كوري سيب بمثله
أي منصور بعد وحوك هي حديث كور حديث لمدة إلى أعمش عن مسلم بطومرتين هنا أنا وحويي منصور عن مسلم وساق منصور بمثل حديث أعمش موجدة. وحدثني هارون سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهب بن الحارث إن عمرو قال أقالت ديدان عمرو دينار أدمودو وطبقتهم ضعها هي عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري الأنصاري عن عبد ربي بن سعيد بن قيس الأنصاري عن عبد الله بن كعب ابن كعب الحميري عن عمر ابن أبي سلمة ومن صغار الصحابة قرن إنسان والكنبي محمد الرهيب الكسائي وسوكري عبد الله بن عبد الله بن أورا لأبو سلمة أنه سأل رسول الله رسولك إلهي بويديي محو ويديي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الصائم نبي الله ننك صومن ننك صومن وحاسك سمردو كنكرا أن يقبل الصائم أن يقبل الصائم يا نبي محمد باردون كنشري حاسسك سأصغو الصومن إطلاقا سيو حقوقين يا إني سنبنانين قرنا أهين لك قدسون سنة هي صوم واجبة. لماذا؟ لأن القاعدة الأسلوحية ما أطلقه الله ورسوله يعمل على إطلاقه إلهي الرسول كسو وحي سيتفران أو يدبر أي سنكحرين أو يسندبرين سيدا ودفرين يهيبا الله ما هي لمن الدبر كارون نسك أو حكود صوم كان محلوج إذا صوم واجبة ما أرنكرت إلا بدليل التقييد إلا بدليل التقييد ما أطلقه الله ورسوله فهو يعمل أو معمول على إطلاقه من غير التقييد لأنه التقييد دبرته واستدراك على الشريعة وقد يؤدي ذلك إلى الكفر والزندقة والاحتلال دكتور وحلوج إذا وهلس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدين كل جسوا قل شري حلي النبي محضات هذا النبي عصب النقاني ويقول النبي يقول إنه لعاب الدين كل جسوا قل شري وما أنت اللي قوم سوا قل هايو تفصيل يتخص بات كنتي تغيير يا دبر يا سياطات كينتي حركنا اللؤر دي سيد وحكوح الحريصو حلق النبي محمد رزو ماها وحان حلق النبي محمد دين أهين وما ضمانت الدين ونقن مايو هذا الدين وقد قتنا أدان إسوغيني نبي سوكر لا تهاي ورك هذا عدا يسوي مركا وحا كإيمانا يلازم كإيمال كان كل شيء يزندقين وكان لغايا متكاسوي سكي لالي نصوص الشريعة سيدي أوتي بالله ورق مايا إلى دليل كلا أي حجة كلا أي نسك الدبرتو أو سيتيسو صادرت يقبل الصائم سواء كان صائما بنفل أو بفرض لك لقادم أي فقال له رسول الله إذا مشان ربي أنك أورنجري أنك صعري هو يدين فارقة مؤثر كيف اعتباري سي باجتهادها نبقى ديدي دون واك نبقى ديدي دون واك سيدنا النبي وحكم كيس أوقات كامد كينيا أوقاتك النبي وكم ضيع كرتان بالجفام هو يدين نص كذا سو مزام ما هين النبي إيه قاطه فقال له رسول الله هو النبي حيد كيا وهو يدي أوقب أو عمر أو نندل يرعى أي سؤال النبي هو يديني فقال له رسول الله رسولك وحكم صلى الله عليه وسلم سل هذه مسألة تنوي دي برأك فرده تنوي دي لأم السلامة النبي كجدا أم السلامة النبي كأقدو يولي بل وحد ويديسا قفك الصومان إنو حاسك سألون كان كالي إن كالي أم السلامة ويدي سهو يدا ما ويدي فأخبرته حي أشيكت أم السلامة ويل كيد عمر أها أشيكت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا يصنع ذلك رسول كلا إنو هوشا الصمائية بمعنى وقود ين كرتاوي أم السلامة والنبي وقود ين كرتاوي نبي محبوفة عمر وهذا قد ينكرت أنا بس ما يوي أنا يادونا إيش كميت بانا ويل بانو ويل بانا يدي أدوم حتى أي ويل مرا يو هجان لبود أتاي وفس عن تاوي لكن صون كذا إلاش فقال وحور يا رسول الله وحوك أي إن نبي جاي أسوي كلا دويه في الأحكام بوتلمامي دي احتمال التخصيص بوك أنا عمر وأنا ماشي كجرتها لكن نبي كديد دور فقال وحور يا رسول الله رسولك إله يو قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلهي وحقودا في أذيقا وحيه الرئيء الدنبي على يكيد دنبيه وقودا
نبي الله أننا كلام منهن وي أنا كلمتهيت أنا قناديكو كلام منهن هي دم بيجاده هوري كده ما بقولو دافعي مرة ده سيدا تاي وحنا كره نقوى أما نلاقو قلين بالغية وعندك اللي قوى عفيو نبي الله شو سكدونا ما قادو تلمامها يا عمر أسو وناك بوجده وناك بكوضة لكن معال كادين لفريق خطر بهذا الكيس كتير عمر هذا الكو عمر خطر بها كتير وحلق فهمي كرام معالا لا تصريحا نبي الله أدو هذا الباب كان ومت يدو وحنا كان لقى الربيب هذا الغوف الضين كرا عكسنا وحاوي وحيق اللوف الضيب النبي قال لودي ذي ما دام النبي قال يقصر رأيه ومقام كان مقام أن كان كتيره ونبي عركا مريو وحبا إنك أن لوفو ذي ضعفك إن إيمان يرانتي إن النبي ما دام أصوه إيمانك سبوحه مية بالمية أيها حبا اشتدرت حسنات الأبرار وحال إلى ذا سيئات المقربين حسنات الأبرار سيئات المقربين الميرو تدبجرة وحلقوا أمانا أيها أذيك أن لقوا أمانين وذي هو واحد لوجو عرون يعني طلينا لوجو عرونينين علوم هذا واحد لوجو قنصنا أيان عام هذا لوجو قنصنا وكل دوان تاعي أنصاري المهاجرين هؤلاء هذي سنة بقوا كتلي منا يجي يرمي يركورات كود القادني عمر وكيل لابد إني مسألة النبي محمد هذا كود تك تاعي إتنا جو ذي عرك علي حقيقة كتمادة رياض ضعيف بناي ده عر إله بان كود دار تدريم من نقول الله يدين بربان كل في بحين لها ما نبيك قبرك يسي أو هالكنا يمين بركيسي بعد يمسك كذا كده واقيسا إذا بسدا ديك عليه دير قبة إذا انتقانا وقود القاتين يرضى فيهين ويسن كور قبل حرمة مسجد كي النبي هولي سهولها عم كيهم بكد كبد بادي ذاتك اسكم ميزان ما مر بدن لن كاسو كأي جاسو عمر لكن النبي قد نكلو كفيري ورنك كعرض سبحان عليه الصلاة والسلام وعون يدي فقال له رسول الله رسول الله أما والله الله قد أرتي إني أنوغ لا أتقاكم لله متك الله إذن كأل عبس بدن بانه لا أتقاكم لله وأخشاكم له أحد كأل كبق إسكر دورة إسكر إلى اليو وأنك متك إلهي كعبسنا وأنك إن الرسول إلهي أهي ودن بغوري كيد دن بالله يدافي ونوحيد ديرا وحي كيريسا إلهي إنا نقض عبد شكورا ووحول بكفق هذا ووحول بوحمانا أنكسر ريكتو ووحيدون كاد كتغيسان أنكسر يفق هذا إما أها إن الوح الله يفضين أيه بان كادو قادة إما هاوشان أيضا ميلا بلان بنا بيكسو علي ميلا بلان بيكسو نغون دون تا قضايات كالدوان لعدوين حجك كسابسا نكاح كسابسا صونك كسابسا ويسد كسابسا إذن كو كلمئه أنه كلمتي انتين دهان بنا بمايا إلهي أنا قاعد نكون عبس بدن سان الله إسكاك دوره أحد إسكاك دوره مجره سان إله إسكاك إلالي معايلي معرفة يا قونت الله أولي ذهي يكحران تهي عبس ذاته عبس ذاته إنما يخشى الله من عباد العلماء مركا أسوق مركا نبغى وشا إن بغبو كحر ذا منو أقالي وكي نبي كان لكي وما أريد أن أخالفكم إلى ما أناكم عنه إن أريد الإصلاح إذا سيداوا أنبيوه إما إن والله لشفينا ربنا ملك لا يجشى ما شنو كلام ما حديث رواية كمذا وأنكم وطن مالكم من رئين وسحابي والنبي الله إلهي وحو رب يعذبك ربنا يا خصائص بالله هاي أنت سكود أنت سيكود صادرت وكيل أورنجر يقول يا مناطق هذا أما فلاسفة أما حتى يقول يا علم الكلام كهلا وحيد هذا شيء ما كان لقاه الله أيه شيء ما كان لقاه الله أيه بالدرجة الأولى وحسو قلها بس على فيريا عوارض الله ما فيري ما كي قال الله يوم سولين تحت مبحتك المباح المباح شيء مباح آه مرك الله فيرينا يو أسقى الله فيرينا يا إسكيب الله فير مباح وام حيوا شيء لسكو فصحين الله سميو أجرنا أن لقاق قرينين دمبنا أن لقاق قرينين ومرك الله فيريو مباح وحوي حقيقة وماهية بالرتبة الأولى هذه أنت اللي قد ب مباح وحكت ضم بيلا قرآن صدو هذه مباح ومأمور به حكي مأمور كيا هاي
هذا كم مشغول شو شيء بنان هذا كم مشغول شو وحد كذا مشغول وكذا هولامي حاران وحي حاران لقى هولام هيانا لقى مشغول هيانا ومأمور به وفي عيه من كلام في رنا شيء مركز قيمين يسوع الله في ريا شيء حقيقي ليس بالدرجة الأولى عوارضة إيو خارج هو حكى إيمانية إيو متعلقات كذا بالنظرة الثانية كو إيمانية سلام قيمي مركز شيء الرب إن ميزان لصاب سحاب قادم حبيب جيد كلية نبي الله وحد عليك أرضا إن أذوق خصيصة أي كوتا إلا كادي تنك مالك الله في ريو أو شو حكى إيمان كرتا أو الخطر صدرت ابن أبو القاسم الكعبي وكوكو خلط مباح يدي ومأمور به أما كم يجري أحكام التكليف لا بد من يل أما كسارة أما سوق لي هو مأمور به وحو في ريي لا عوارض إلا وازنت في ريي جمهور المحيف في ريين حقيقة المباح وحي اللي سكوف الصحي إيه هدي اللي قد تقول هدي اللي سيمنا عن اللهين ثوابي عقامنا عن اللهين وعقام مشغول لي مباح مركة قد نقول مشغول لك يا با ها إنه واجبات كان مشغول إيه أما قد قد ضيع على لك يا مركة قول نقضه حاران مرنا حاران كان مشغول نقضه واجب توا بالدرجة الثانية بالدرجة الثانية إذن وحاوي قاعدة أهيد بنا بيقولون شيء الأصل في الأحكام وهم حي مسلمين تي مكلفين تي أحكام تي وكسمي المساواة والاستواء إلا بدليل التخصيص باب كان من قدر هذا مساعة وما دام عشر بلو يهل كاساس كي يستاغ حتى عشنا نجو جيزوما والله سبحانه وتعالى أعلم.